السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي التلاميذ في الحصة الثانية من الدرس الجمع والطرح والضرب. الأهداف هي أولا تحديد العملية المناسبة في وضعية المسألة، ثانيا حساب بعض العمليات المرتبطة فيما بينها بوضعية مسألة. ونبدأ الوضعية المسألة الأولى. تملك سلمى 450 درهما، اشترت 6 علب من السكر ب7 دراهم للعلبة الواحدة، و5 علب من الشاي ب18 درهما للعلبة الواحدة، وكيسا من الدقيق بثمن 60 درهم. ألف، ما هو المبلغ الذي صرفته سلمى؟ ب، ما هو المبلغ الذي تبقى معه؟ إذن كما تلاحظون فهذه المسألة مركبة، يعني تتضمن عدة معطيات. إذن في البداية سنقوم بتمثيلها. إذن بما أن سلمى اشترت 6 علب من السكر، وكذلك اشترت 5 علب من الشاي، وكيسا واحدا من الدقيق. إذا لاحظوا معي في المسألة، اشترت سلمى 6 علب من السكر ب7 دراهم للعلبة الواحدة، إذا كل علبة سكر ب7 دراهم، ثم 5 علب من الشاي ب18 درهما للعلبة الواحدة، كل علبة شاي ب18 درهم. السؤال المطروح هنا، المبلغ الذي صرفته سلمى. إذن للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتعرف على أسئلة أخرى أو نبحث عن أسئلة أخرى تساعدنا على ذلك. إذن من الضروري أن نبحث في البداية عن ثمن شراء علب سكر، جميع علب سكر، ثم نبحث عن شراء جميع علب الشاي، وبعد ذلك يمكن لنا أن نعرف المبلغ الذي صرفته سلمى. إذا نبدأ بثمن علب السكر. إذا كما قلنا بأن كل علبة سكر تباع ب7 دراهم، إذا لدينا 6 علب، إذا العملية المناسبة هنا هي 7 × 6 تساوي 42 درهم. ثم نمر لمعرفة ثمن جميع علب الشاي. إذا بما أن كل علبة تباع ب18 درهما، لدينا 5 علب، العملية المناسبة هي 18 × 5. إذا بعد إجراء العملية نجد العدد هو 90 درهم. إذا بعد أن بحثنا عن ثمن جميع علب سكر وثمن جميع علب الشاي، ولدينا في المسألة ثمن كيس من الدقيق لأنها اشترت فقط كيسا واحدا، إذا يمكن لنا الآن أن نجيب عن السؤال الأول، المبلغ الذي صرفته سلمى. إذا ما هي العملية المناسبة الآن؟ نعم، إذا سنقوم بجمع هذه الأثمنة، أثمنة جميع المشتريات التي اشترتها سلمى. إذن 42 زائد 90 زائد 60، إذن بعد وضع العملية نجد 192 درهم. إذن المبلغ الذي صرفته سلمى هو 192 درهم. ونمر للسؤال الثاني، ما هو المبلغ الذي تبقى معها؟ إذن إذا رجعنا للمسألة في البداية نجد أن سلمى كانت تملك 450 درهما، وصرفت هذا المبلغ لشراء الحاجيات، صرفت 192 درهما. إذا ما هو المبلغ الذي تبقى معها؟ ما هي العملية المناسبة هنا؟ نعم، إذا سنقوم بعملية الطرح للعدد، المبلغ الذي كان عند سلمى ناقص المبلغ الذي صرفته، إذن تساوي 258. إذا المبلغ الذي تبقى عند سلمى هو 258 درهم.
ونمر لوضعي مسألة اثنان. اشترى تاجر 4 صناديق عصير مختلفة. إذن صندوق البرتقال، صندوق التوت، صندوق الليمون، وصندوق الرمان. إذن 4 صناديق عصير. صندوق البرتقال كل قنينة تباع ب3 دراهم. بالنسبة لعصير التوت 5 دراهم للقنينة الواحدة، الليمون 4 دراهم للقنينة الواحدة، ثم الرمان 6 دراهم للقنينة الواحدة. إذن كما تلاحظون في المسألة هناك معطيات موجودة هنا في سياق المسألة، وهناك معطيات أخرى موجودة على الصورة. إذن ما هو السؤال الآن؟ ما هو ثمن جميع الصناديق؟ إذن نبحث عن ثمن جميع شراء هذه الصناديق. إذن للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نبحث عن ثمن كل صندوق. إذن عن ثمن كل صندوق، صندوق البرتقال، ثمن صندوق التوت، ثمن صندوق الليمون، وثمن صندوق الرمان. إذن ونبدأ بثمن صندوق البرتقال. إذن بما أن صندوق البرتقال كما تلاحظون هنا، إذا قمنا بتعداد هذه القنينات سنجد 12 قنينة. إذن العدد 12 كذلك معطى مهم غير موجود في سياق المسألة، ولكن موجود في الصورة. إذا قمنا بحساب عدد القنينات في الصندوق سنجد 12. إذن بما أن كل قنينة تباع ب3 دراهم، لمعرفة ثمن جميع القنينات سنقوم بضرب 12 في 3. إذن تساوي 36 درهم. ثمن صندوق البرتقال 36 درهم. نمر لثمن صندوق التوت كذلك بنفس الطريقة. كذلك هنا لدينا 12 قنينة وكل قنينة تباع ب5 دراهم. إذا العملية المناسبة 12 في 5 تساوي 60 درهم. ثمن صندوق الليمون، هنا صندوق الليمون 4 دراهم للقنينة الواحدة. إذا بنفس الطريقة كذلك 12 في 4 تساوي 48. وأخيرا ثمن صندوق الرمان، كل قنينة ب6 دراهم، إذا سنقوم بضرب 12 في 6 تساوي 72 درهم. إذا بعدما تعرفنا على ثمن كل صندوق، يمكننا الآن أن نجد ثمن جميع الصناديق. إذا في نظركم ما هو ثمن جميع الصناديق؟ ما هي العملية المناسبة هنا؟ بالفعل سنقوم بجمع جميع هذه الأثمنة. إذا 36 زائد 60 زائد 48 زائد 72. إذن بعد إجراء العملية سنجد 216 درهما. لكن هذا البائع أعطى، هذا التاجر أعطى للبائع مبلغا قدره 300 درهم. كم سيرد عليه؟ إذن التاجر أعطى 300 درهم للبائع لكي يؤدي ثمن صناديق التي اشتراها 216. إذن عندما سيؤدي 216 كم سيبقى، كم سيرد عليه البائع؟ إذن ما هي العملية المناسبة هنا؟ نعم إنها عملية الطرح. إذن 300 ناقص 216 تساوي 84. إذن 84 هو المبلغ الذي سيرده البائع على التاجر. ونمر للوضعية الثالثة. تملك زينب 4 علب عقيق كونت منها 9 قلادات، بكل واحدة منها 25 عقيقة. ما هو عدد العقيق بالقلادات؟ ألاحظ الصورة وأحسب ما بقي عند زينب من العقيق.
إذا لاحظوا معي الصورة. إذا هنا كذلك لدينا معطيات في المسألة وكذلك معطيات على الصورة. إذا هذه كلها علب عقيق تتوفر عليها زينب. العلبة الأولى تتكون من 85 عقيقة، العلبة الثانية كذلك تتكون من 85 عقيقة، العلبة الثالثة من كذلك من 85 عقيقة، ولكن العلبة الرابعة تحتوي فقط على 78 عقيقة. إذا قمنا بقراءة هذه الجملة في المسألة، كونت منها يعني زينب 9 قلادات، كل قلادة استعملت فيها لصنعها 25 عقيقة. إذن ما للإجابة على هذا السؤال، ما هو عدد العقيق بالقلادات؟ سنقوم بضرب 25 في 9، بما أن 25 ستتكرر 9 مرات، إذن الجواب هو 225 عقيقة. سؤال ثاني، أحسب ما بقي عند زينب من العقيق، إذن ما هو عدد العقيق الذي تبقى عند زينب؟ إذن للإجابة على هذا السؤال يجب أن نبحث عن شيء آخر. إذن في نظركم معطى آخر ينقصنا، ما هو؟ نعم، إذن هذا المعطى الذي ينقصنا يمكن لنا أن نبحث عليه، وهو عدد العقيق الذي كانت تتوفر عليه زينب قبل أن تصنع القلادات. إذن قبل أن تصنع القلادات كان لديها هذه المجموعة من العقيق. إذن لمعرفة عدد العقيق الذي كانت تتوفر عليه سنقوم فقط بجمع هذه الأعداد. 85 زائد 85 زائد 85 زائد 78. يمكنكم أيضا بطريقات أخرى، مثلا نقوم بضرب 85 في 3 والنتيجة نضيف إليها 78، إذن سنجد نفس الجواب. إذن الطرق، الطريقة الأولى أو الثانية كلاهما صحيح. إذن عدد العقيق الذي كانت تتوفر عليه وهو 333 عقيقة. استعملت منها 225 لصنع القلادات، إذن ما هو عدد العقيق الذي بقي عندها؟ إذن العملية المناسبة هي عملية الطرح. إذن 333 هو العقيق الذي كان عندها في البداية، ناقص 225 هو عدد العقيق الذي استعملته لصنع القلادات يساوي 108. إذن عدد العقيق المتبقي لزينب أو عند زينب هو 108. وبهذا أكون قد أنهيت هذا الدرس. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.